وجبة النباتات وصلت. نباتات منو؟ نباتات علاوي. ليش جتي نباتات علاوي نباتاتي ما جتي؟ ما أعرف ليش. تعالوا شوفوا وياي فيديو جديد نسولف لكم بي عن وجبة النباتات اللي وصلتني البارحة. فتابعوا وياي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم سما ثامر من قناة أكوارم إنفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وجروب الأحواض النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نسولف فيديو جديد، فيديو حلو من هواي ناس حبت هيجي فيديوهات عن النباتات، وجبة النباتات اللي توصلنا من إندونيسيا أو تايلاند. فبصراحة يعني كلام حلو، شغل طيب، نباتات وسط طعم بصراحة ما محتاجيها، ولكن اكو هواي امور محتاجيها كنا من النباتات المقدمه لعده احواض. احنا مجموعه اصدقاء طلبنا هالوجبه، ما وصلت النباتات، وصلت جزء من النباتات، فشوفوا وياي شنو اللي وصل. طبعا النباتات من توصل؟ توصل الى اكو شخص حجز وجبه نباتات، فتوصل النباتات باسم الشخص و يعني شيء مخصوص بالنسبه له. خلينا نطش النباتات. هذه النباتات اللي وصلت، خلينا نتفرج على واحد واحد شنو اجى. اجى هذا النوع من انواع اللي بصراحه قبل فتره ما كانت داخله هذا النوع منها، اللي هو بيتروبولوس تريدنت. هذا التريدنت من انواع النباتات كلش حلوه، كل الاحواض الاجنبيه الاحواض الاوروبيه تلقى بها هذا النبات، من النباتات القويه واللي داخله بعنف بالحوض. إلها الوجه الأكبر، إلها الطبع الأكبر، نبات لوتيك، نبات إيزي، سهل العناية كلش، متطلباته ماكو أي متطلبات، لا غاز لا تربة، يعني مجرد إنه يلزق. إذا حطت له غاز وتربة من النباتات اللي تكون كلش قوية ومقاومة، التفرعات مالتها تطلع عن طريق براعم، البراعم هاي عن طريقها انه النبات يتكاثر. الاوراق قديمه السوداء تصير تنقص وتنذب، يعني تنزرع نباتات جديده. هاي النبات اذا تلزقه على حوضك فانت مجرد انه تقطع وتذب، يعني تقطع الاوراق القديمه وتبقي اوراق صغيره قصيره وتزرعها. بصراحه شوفوا الماده اللي مستخدميها، ما اعرف قطن، ما افتهم شنو اللي جاينا، قطن بيها او كنينس، يعني ما مسويتها الشركات الاندلسية قبل. فصلاح ما اعرف مين جايب هاي الوجبه صراحه. تجربه من جديد. اللودويجا اس بي وايت، اس بي وايت انا عندي قبل فتره هملتها وماتت، الولد كلهم طلبوا اس بي وايت، فحنجربها من جديد ان شاء الله تعيش. لودويجا اس بي وايت هاي طبعا لودويجا كانت مشتركه، البتروبولوس المايكروسوروم إلية، هذا نوع من النباتات اللي هو الكريبتوكوريني بلانسيا، هذا إلية مخصوص اجى. انا طالبها، طلبت شكله وحده واجتي، يعني من النباتات اللي ما اعرف وين ازرعها، بس يعني حلو شكلا، ومن النباتات الاحمر الصغير شكله حلو كلش. هاي النباتات جتي بدون اسماء، بعدين من دققت بيها من انواع الاستراليا هيك شيء اعتقد اسمه، يعني نباتات هاي تك ملونه، اعتقد لونه برتقالي، وهذا من انواع اللي هو الفيفا بيرا المايكروسورم، العفو الهير جراس الفيفا بيرا، هذا النوع. هنا أنا هذا الليموفوليا اكواتيكا، هذا النوع همينه من النباتات اللي بصراحه ما اعرف ليش جايتنا منها، ما اعرف يعني من طالبها، همينه يعني من النباتات الحلوه، وراح نجربها نزرع بالاحواض المزروعه مالتنا، يعني بالمنطقه الخلفيه انه نبات خلفي هو. اجتي هنا هذه الليموفوليا اكواتيكا، هذه طلبها صديقنا علي، همينه من النباتات الحلوه اللي راح تنزرع بالحوض، اهم من المنطقه الخلفيه تنحط. طالب هذا النوع من النباتات اللي هو الفالسناريا، الفالسناريا هذا النانا، هذا النوع النانا اللي هو كلش، اعتقد هذا النانا، لا هذاك النانا،
وهذا الفالي سيناريو اعتقد اسياتيكا هيك شيء اسمه مثل ما تشوفون يعني نفس الشكل تقريبا، لكن هذا ذاك متقزم وهذا طويل. هذا الفرق بيناتهم. هذه اجت لي الكريبتو كوريني الابيدا ريد. الابيدا ريد المره اللي فاتت طلبتها على شكل علبه وكانت العلبه لونها حمراء، اجتي ماتت عندي بالحوض ما عاشت، فطلبتها من جديد على شكل بوت. البوت هو في وضع السبميرس، حيعيش الامرس في وضع اللي هو الوضع المغمور كليا. النباتات اللي حلوه همينه ما اعرف صراحه داخل العراق او لا، لانه هاي بس ينفك من تشيسها مثل نعرف النبات بعد شنو نوعه، بين لونه او لا ما اعرف، انه هو سواء بين شكله جوزي يعني، هو من النباتات اللي تتحول لونها في اللون حلو صار يعني. بعد شنو اللي جاي؟ وجبه بوسي فلاندرات. هاي وجبه البوسي فلاندرات هي مخصصه الي، اجتي من اندونيسيا. هاي الانواع اللي انا طلبتها مخصصه لاحد الاحواض اللي راح اسويها. اجتي الاي بي سي ماربل، اجتي الميني بلاك كاربت، واجتي البوسي فلاندرا هذا النوع اللي هو كود في اللي هو 613 اعتقد. وهذا هاي نوع البوسي فلاندرا اللي هي احنا نسميها جودزيلا، ما اعرف اسمها، همين لها كود اعتقد 317، يعني هاي اسمها 317. ف هاي كلها لوتيك، هاي نباتات لوتيك، نباتات صراحة صعبة العناية هنا ذني، نباتات حلوة مميزة يعني كوجبة مو بذاك الشكل المطلوب. شنو اللي ما اجا؟ ونباتات مجدنا صراحة، النباتات اللي مجدنا هي نباتات الواجهة المقدمة كلها بصورة عامة، نبات اللي هو البوكسيمون هالفاري، كان عندنا تعزيز خزين، نباتات ثانية مثل مونتي كارلو، الهيريغراس، الانوبيوس. الانوبيوس كان صدمة انه اندونيسيا ما عندها انوبيوس هالفترة هاي كلها بسبب موجة الحر، يعني حسب ما افتهمت ماكو انوبيوس. شنو اللي موجود كنباتات يعني وصلت انوبيوس؟ انا طالب تقريبا 6-7 انواع، انواع الناعمه اللي هو النانا بيتيت، الانوبيوس النانا، انوبيوس الماربل، انوبيوس الاس بي وايت، سنو وايت، هاي انواع كلها طالبها مجدتي. بصراحه صدمه كانت، ليش مجدتي هاي الانواع النباتات؟ ما اعرف ليش مجدتي، وكان موضوع بصراحه يزعج. لكن اجتي بديلتهن اللي هي النباتات، النباتات اللي هي البوسي فلاندرات حلوه صراحه. ف وانا طلبت منهم اعداد كلش بسيطه وكلش حلوه. ان شاء الله حسب ما عرفت انه الوجبه هاي راح تتكرر وحتتجدد من جديد، وراح تجي مجموعه نباتات اكثر من اللي جايات ذني، حتتعزز اللي ما اجتنا من جديد من اعتقد تايلاند. فان شاء الله راح اكمل لكم الفيديو النباتات اللي بقت اللي ما جتنا شو وقت راح تجي. نسيت اشوفكم التونينا. تونينا من النباتات اللي جتنا، تونينا جت قياسها كلش قصير، شكلها حلو. تونينا من النباتات اللي كلش حلوه تنحط الجزء الخلفي للحوض. اغلب النباتات اللي وصلتنا هي نباتات خلفيه بالحوض النباتي. طبعا هاي الفيديوهات اللي دا اسويها لكم دا اشوفكم طريقه انه شلون تشترون نباتات، من تشترون نباتات، و يعني كاليه تجهيز الحوض النباتي مالتكم. وجبات النباتات تتاخر، حجزها موضوع شويه صعب يعني من نحس، ولكن انه انت تعرف ايش تختار لنفسك، ايش تنتقي لنفسك من نباتات معينه، و يعني تخص حوضك نباتين او كل حوض نباتي نباتات محدده به. بالنسبه لي عندنا يعني انتقاء النباتات، انا حاليا قمت اميل للنباتات اللوتيك على نباتات الهايتك، لانه تعطي فد جماليه كلش قويه باحواض الهايتك، فد ناحيه كلش حلوه. النباتات الملونه موجوده منها نسب كلش عاليه وانواع كلش مميزه حلوه عندنا بالاحواض، فبصراحه يعني ناوي انه اجيب انواع فد انواع حلوه على مود اعدل حوض المترو 20 اللي موجود، يعني انه يحتاج الى بعض التعديلات، بعض التفاصيل اللي ممكن لازم اضيفها للحوض حتى يرجع الرونق السابق، الشكل الطبيعي الحلو القديم. يعني موضوع كلش حلو ان شاء الله، يعني متعب. فحرفق لكم فيديوهات، انا فيديوهات هذا الحوض النباتي مصورهن كلهن ومستعدات انه ينشرها، فقط تطلع النتائج المسابقات اللي منتظريها.
شكرا لكم وشكرا لمشاهدتكم، وان شاء الله نتلاقى بفيديوهات قادمه. طبعا نهايه الفيديو احب اوجه الى شكر خاص الى اخ صديقي سامح بسبب انه سوالي، يعني هو اشتغل قناة عراق 24، خلالنا فد اللوجو، المقدمة، الفواصل اللي شفتوها قدامكم، هاي كلها هو اشتغل ياها صراحة، انه هو مهندس، اعتقد مهندس صوتي وله علاقة بهاي التفاصيل كلها، فأنا أوجه له شكر خاص له. مع السلامة.